بأعتذر أبنائي الأعزاء، سعد الله صباحكم أو مساءكم. بعتذر على هذا الانقطاع لأنه الظروف الجوية هنا في المكان اللي أنا فيه مش قد كده، فبيحصل انقطاع في البث. على عين هنستأنف بإذن الله. طيب نتوقع ونستأنف. كنا بنقول إن هو بيمنتين البلاد فوليوم إزاي؟ إنه بينقص الفاسكولار بيرميابيليتي، وبالتالي ده بيحافظ على الضغط. وقلت لكم تطبيق جميل ان في الطب الرياضي لو اللاعب اتخبط في ركبته، ركبته هتورم واستنفذنا التغيير. السبورت ميديسن، الاطباء بتوع الطب الرياضي حافظين كويس قوي يعملوا ايه. يروح واخد لاعب على خط التماس ومديله حقنه في ركبته كورتيزون يقلل الفاسكولار بيرميابيلتي، ما تخرجش الميه بره الفيسلز فالركبه ما تورمش، يقدر يكمل مباراه. شيء رائع. يبقى الكارديو فاسكولار سيستم بيحافظ على الضغط، هناخد معاها على البلاد سيلز. الكورتيزول بيزود الار بي سيز والبليتلتس والنيوتروفيلز. الطالب يقول لي طب نفتكرهم ازاي؟ ده عندك طريقه؟ كل حاجه يا ولاد عندي طريقه. انا بقول لك جمله لا ينساها الاجيال، الكورتيزول بيزود الزائدين. يعني اكتر خلايا في الدم اوريدي زايده. مين اكتر خلايا في الدم؟ ار بي سي 5 مليون، يليها بليتلتس من 150 ل 400 الف في كل كيوبيك مليمتر. طب وفي الوايت بلاد سيلز اللي هم اوريدي من 4000 ل 11000، مين اكتر واحده؟ نيوتروفيلز. فهو بيزود الزائدين، اكتر ثلاثه اوريدي زايدين كده مش هتنساها عمرك، ار بي سيز، بليتلتس، واكتر حاجه في الوايت بلاد سيلز نيوتروفيلز. بس خد بالك، بس بينقص النيوتروفيل فانكشن، مقدرة النيوتروفيل اللي هي المايكروفيجس انها تعمل فاجوسايتوزس بتقل، بس بيزود العدد. طب واحد يقول لي طب بيزود زايدين وبينقص مين؟ بينقص الايسينوفيل والليمفوسايتس. ما تقوليش بقى بينقص الناقصين، لان الليمفوسايتس دي مش من اقل الخلايا. بيقلل الايسينوفيلز، اظن مفهومه، عشان الالرجي. وبيقلل التي ليمفوسايتس اللي هي، فاكر التي ليمفوسايتس دي بتاعت المناعه، الكورتيزول بيقلل المناعه 100%، بيقلل المناعه وبيقلل الالرجي. واحده حلوه واحده وحشه، بيقلل الايسينوفيل بتاعت الالرجي وبيقلل التي ليمفوسايتس بتاعت المناعه. يبقى خدنا 4 و5، ننتقل ل6 و7 يا اولاد. على السي ان اس، وباخد معاها السي ان اس بيشغل السكيليتال ماسل، لان السكيليتال ماسل ما تشتغلش من غير نيرف امبلس. انا بحاول اجمعهم لك عشان تفتكرهم، ده احنا عندنا 9 بس في الفسيولوجيكا. اطول هرمون واهم هرمون، مش اطول بس، واهم، لانه بالاضافه لكونه هرمون فهو عقار. في سنتر نيرفس سيستم بيموديليت الاكسايتابيلتي والبيهيفير والمود، المزاج بتاعك. اقول لك حاجه، معلومه جميله قوي، العيانين اللي بتاخد كورتيزول ممكن يحصل لها اي بيهيفيرال اور مود تشينجز، تغير في المزاج يجيب جميع الامراض النفسيه الممكنه. بس ايه اشهر حاجه بيعملها الكورتيزول؟ الاشهر الاغلب بيعمل ايوفوريا، تحس بانبساط. العين ياخد كورتيزول بقى مبسوط جدا. وعندي تامل فيها يا اولاد، انه وراء الخلق خالق. هو مين العينين اللي هياخدوا كورتيزول؟ اللي عندهم مرض عضال. والكورتيزول غير المرض العضال هيجيب له مرض تاني هيبهدله. فربنا سبحان الله لانه رحيم بنا خلى الكورتيزول يخليك مبسوط، ايفوريا، برغم الكارثه اللي انت فيها المرض العضال، وبرغم ان انت الكورتيزول بيديرك، انما حاسس برضا، لانه ممكن يعمل اي مرض نفسي، بس اكتر حاجه كونستنت بيعملها ايفوريا. كانت هذه فقط معلومات العام. بيقلل الريم سليب اللي هو الرابيد اي موفمنت سليب، وانت بتحلم عينيك، هنبقى نتكلم عليها، بعينيك بتتحرك في السي ان اس في الترم الثاني، رابيد اي موفمنتس. فبيقلل النوم بتاع الاحلام، لكن بيزود السلو ويف سليب اللي هو ما فيهوش احلام. يبقى بيقلل احلام ويزود السلو ويف سليب بدون احلام، وبيزود الاويكن تايم. الواحد لما بياخد كورتيزول يلاقي نفسه مصحصح اكتر. ده ليست هذه دعوه ان حضرتك تاخد كورتيزول لانه قلته مضر. نيجي على السكيليتال ماسل، بيزود الاستايكولين وعليه يزود النيورو ماسكولار ترانسميشن اند كونتراكتيليتي. خدناهم مع بعض 6 و7. اخر اثنين بقى الكيدني واذر افكتس، واقول لك ليه خدتهم مع بعض. في الكيدني هو عكس الانتي دايريتيك هرمون،
بيعمل اكسكريشن للووتر لود، يعني الانتي دايريتك بيحتفظ بالميه، انما الكورتيزول الميه الزياده يخليك تنزلها. يعني اي ميه زياده في الجسم ووتر لود يعني عبء مائي يعمل له اكسكريشن. ازاي؟ بانه بيزود الجلوميرولار فلتريشن ريت، ده مش كده وبس، وبيساعدك ضد الاسيد لود. ما احنا قلنا الجسم لا ينتج غير احماض، احماض فقط. الفولاتايل اسيدز بنتخلص منها عن طريق اللانج، اللي هو الكربونيك اسيد اللي بيتحلل ل CO2 وميه. CO2 يطلع، يبقى الفولاتايل اسيد هنخلص منها عن طريق اللانج. طب والفيكسد اسيد؟ عن طريق الكدني، زي السلفيوريك، زي الفوسفوريك، زي اللاكتيك اسيد، بس دي كده تحرق الكليه، تحرق النفرون. الكورتيزول بيمنع بقى، بيسهل التخلص من الاسيد لود بانه بيخلي الكليه تزود الفوسفيت اكسكريشن، وكنا قلناها اللي هو بيشتغل كبفر، فوسفيت بفر، وبيزود الامونيا اللي هي بتشتغل كبفر. يبقى بيخلصك من الووتر لود والاسيد لود، ووتر لود واسيد لود. طب اذر افكتس، اهم واحده فيها متعلقه بالكيدني، عشان كده انا خدتها معاها، ان الجلوكوكورتيكويدز عندهم ويك مينرالو كورتيكويدز لايك اكشن. احنا قلنا المينرالو كورتيكويدز بيشتغل على الكليه، بتحتفظ بالملح صوديوم كلورايد ومن ثم الميه، عشان كده خدتهم مع بعض الكيدني، لان اذر افكتس اهم واحده فيها ان عنده ويك مينرالو كورتيكويدز لايك اكشن. وهنا فرصه اجمع تجميعه حلوه. بصوا يا اولاد، كل هرمونين بيطلعوا من نفس الغده متشابهين. واحد يقول لي طب اديني امثله، اديك امثله. خدنا في البيتيوتري الانتيرو بيتيوتري جروث هرمون والبرولاكتين، هما الاثنين بولي بيبتايد سيميلر ان ستراكشر وسيميلر ان فانكشن. الجروث هرمون كان عنده لاكتوجينيك افكت. في البوستيرو بيتيوتري خدنا الاوكسيتوسين والانتي دايريتيك هرمون، هما الاثنين نونا بيبتايد 9 امينو اسيدز، وال ADH عنده ويك اوكسيتوسيك لايك اكشن، والاوكسيتوسين عنده ويك ADH لايك اكشن. ما قلناهاش بس تبقى عارفها، لانها كانت بياند السكوب بتاع الاندر جراديوت. في الثايرويد التي 3 والتي 4 هما زي بعض، معمولين من التيروزين، بس واحد 3 ذرات ايدين وواحد 4 ذرات، كانوا بيشتغلوا زي بعض، بس التي 3 قلنا 4 تايمز مور اكتف ذان تي 4، فاكرها التي 3 4 ذان 4، 4 تايمز مور اكتف. هنا بقى نفس القصه، الجلوكوكورتيكويدز عنده ويك مينرالو كورتيكويدز لايك اكشن. ده الكورتيكوستيرويدز اللي هي مش ال 95% الكورتيكوستيرون، اسف، شبه الالدوستيرون، في جزء كبير شبه الالدوستيرون، عشان كده عندهم ويك مينرالو كورتيكويدز لايك اكشن. خدناهم في ريسبريشن ان الكورتيزول مهم للماتوريشن اوف سيرفكتنت، اللي كان فاكر البيبي اللي كان بيتولد قبل بريماتيور في الريسبريشن كان بينزل عنده ريسبيراتوري ديستريس سندروم، مش عارف ياخد نفسه، ريسبيراتوري ديستريس او هيلان من برين ديزيز، لانه ما عندوش سيرفكتنت، وكنت فسرتها لكم. اشمعنى الريسبيراتوري ديستريس سندروم ما يجيش غير في البريماتيور بيبي؟ لان في البريماتيور بيبي بيبقى الكورتيزول لسه ما اتكونش بكميه كافيه، والذي هو لازم، الكورتيزول لازم للماتوريشن اوف سيرفكتنت. والكورتيزول ما بيطلعش غير قرب الفول تيرم لما يكتمل الحمل، فلو البيبي اتولد بريماتيور، طفل مبتسر ما كملش التسع شهور، كورتيزول قليل وعليه السيرفكتنت يبقى مش ناضج فما اشتغلش. ده كان التفسير اللي قلته في اوانيها، وبقول للزملاء الاصغر سنا، لماذا ريسبيراتوري ستريس سندروم لا يصيب غير البريماتيور بيبي؟ لان الكورتيزول مهم فور ماتوريشن اوف سيرفكتنت، والسيرفكتنت والكورتيزول ما بيطلعش غير نير فول تيرم. بيزود الجاستيك اتش سي ال الكورتيزول، عشان كده لما يبقى قريبك بياخد كورتيزول تبقى عارف ليه بيجي له شويه حرقان في المعده، تبقى فاهمها، بيزود الجاستيك اتش سي ال. دول كانوا التسعه فيسيولوجيكال فانكشنز. تعال بس اقولهم لك في عجاله، عناوين فقط. اول ثلاثه كانوا اطول ثلاثه، فاكرهم؟ اللي هم اكشن على الميتابوليزم، ومعاهم في الاستريس، ومعاهم الابيتايت. ادي ثلاثه. ميتابوليزم، ما احنا بنقول المذاكره فن، التحصيل فن اخر، يبقى ميتابوليزم وستريس وابيتايت. طيب بعدين ناخد بعد كده اتنينات بقى، ثلاثه، هناخد اتنين اتنين اتنين، يبقى سته، سته وثلاثه تسعه. خدنا الكاردو باسكور مع البلاد سيلز، ما هو البلاد جوه الكاردو باسكور سيستم.
خدنا السي ان اس مع السكيتا المصري، على اساس السكيتا المصري هي الوحيده اللي لازم عاوزه نيرف امبلس من السنترال نيرف سيستم، شالش لوحدها فاخدتهم مع بعض. خدنا الكيدني مع اذر افكتس، وقلت ايه؟ لان اهم اذر افكت ان الكورتيزول عند ويك مينرالو كورتكويدز لايك اكشن، بيحافظ على الميه والملح في الكليه، فعشان كده اخدتهم. زائد طبعا بيعمل ماتوريشن وسرفكتان ويزود الجاستيك اتش سي ال. ليس الكورتيزول، ما بقولش كورتيزون، هو الهرمون الاطول فقط، وانما الاهم في الطب. لو ضاعت في كذا محاضره مش خساره ان انا اعلمك كورتيزون. تعال بقى الفارماكولوجيكال اكشن ان هاي ليفل، يعني لو خدت الكورتيزول كعقار بجرعه اكبر من الجرعه الفسيولوجيه كعقار فارماكولوجي، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل لي فيه خمس اكشنز اهو، تعال نشوفهم مع بعض يا اولاد. نيجي اول تو اكشن مش لزاز، اللي هو على البون والكونكتيف تيشو. احنا قلنا بيحطم الانسان جلد ولحمه عق، فالبون بيحطم بيعمل اوستيوبوروز. ازاي؟ بيقلل بون فورميشن لانه بيقلل اوستيوبلاس. واحنا قلنا ان برضو لازم نعمل تقفيصه من كولاجين فايبرز، هو بيقلل الكولاجين فايبر، وانتي فيتامين دي اللي هو مهم لبناء العظم، وفي نفس الوقت بيزود البون ريزوربشن، يبقى يقلل فورميشن ويزود ريزوربشن. ازاي بيقلل فورميشن؟ مين اللي بيبني العظم؟ البلاس، بيقلل البلاس عن طريق انها بتحط في الاول ايه؟ تقفيصه كولاجين، هو بيقلل الكولاجين وبعدين انتي فيتامين دي. هنا هينتهي ان البون فيه بورز اوستيوبوروزيس، يبقى في معول اكبر من الكورتيزول في هدم البون اللي هو الباراثورمون، لانه بيهدم بون بس، مركز على البون بس، انما ده البون بياخده مع جلد ولحم وعظم فوق البيع. هل في تطبيقات اكلينيكيه؟ اه طبعا، ما عليكش بس للزملاء الاصغر وليك انت عشان بتفتكر. لو عيان ادينا له جرعه زايده من فيتامين دي حصل له توكسيستي وذ فيتامين دي، ايه العلاج؟ مكتوب العلاج قصادك اهو، تدي كورتيزول لانه انتي فيتامين دي. التطبيق الاهم، لو انا باخد كورتيزول بجرعه كبيره لمده طويله يبقى ممكن يحصل لي اوستيوبوروز. ما احب الزملاء الاصغر سنا يعرفوه، اكتر بونز بتتاثر هي البونز بتاعت الفيرتبرال كولم، العمود الفقري، فعليه العيان اللي بياخد كورتيزول بجرعه كبيره لمده طويله لازم افري ناو اند ذن كل عده شهور نعمل له اكس راي على ظهره، والا هيحصل كولابس فيرتبري ولوس اوف هايت. عمرك سمعت عن واحد اسر؟ اه انا سمعت، اللي بياخد الكورتيزول من كتر البورز اللي في الفيرتبرال كولم الفيرتبري كولابس والعيان يفقد هايت، ومش دي المشكله ان هو اسر ولا ليها اي مشكله. المشكله ان الفورامينا بتاعه الفيرتبرال كولم هتضغط على الاعصاب بين اجرك الله، هتبقى فاهم تدي كورتيزول يبقى في اوستيوبوروزيس. اكتر حته فين علمتها لك؟ في الفيرتبرال كولم، كل كام شهر كده تشوف العمود الفقري اخباره ايه، لو لقيت البور زادت خف ايدك شويه في الجرعه، والا يحصل صاد اللوس اوف هايت وسيفير نيورولوجيكال بين. نيجي على الكونكتيف تيشو، زي ما هو بيهد البوم بيهد الكونكتيف تيشو، بيقلل الكولاجين سينثيسيس وبيقلل الفايبروبلاست اللي بتعمل الفايبروس تيشو. طيب واحد يقول لي طب احكي لنا، عاوزين نتعلم طب، ما احنا مش عاوزين امتحان بس، عاوزين يعني نستمتع بالكورتيزول. لها وجه حسن ووجه سيء، تحب ابتدي بايه؟ ابتدي بالحسن. بيقلل الفايبروس تيشو فورميشن، ما هو بيقلل الكولاجين وبيقلل في نفس الوقت الفايبروبلاس. يبقى لو انا عندي حمى رمتوزمينه في القلب، التهاب في الصمام الميترالي، في الصمام بتاع الاورطة، اعمل ايه؟ انا خايف لا يحصل فايبروزيس في الرينج. لو الرينج بتاعت الفالف ضاقت هيحصل استينوزيس. لو الكاسبس حصل فيها فايبروزيس يحصل ارتجاع. فاي عيان عنده روماتيك فيفر، لما يبقى الروماتيك فيفر اكتيف مش في اي وقت، لو حصل اكتيفيشن للروماتيك فيفر يعني في انفلاميشن شغال عشان تمنع حدوث تكون نسيج يعني ضام في الهارت، فايبروزيس اوف ذا رينج او فايبروزيس اوف ذا كاست، فتعمل له ضيق في الصمامات او ارتجاع، لازم تديله كورتيزون. تطبيق تاني كويس،
عيان جاله حرق في وشه خايف من التشوه، وفي عيانين بعد العمليه يحصل لهم كيلويد، كيلويد يعني يتكون اكسسيف فايبرس تيشو، تشوههم بره. يعني احنا عاده لما بنقطع بيتكون فايبرس تيشو قليل، بعض العيانين عندهم كيلويد يتكون كتير. تمنع ازاي تكوين الفايبرس تيشو ده؟ تمنع التشوه ده وتمنع تكوين الكيلويد بالكورتيزول، مراهم الكورتيزول بتمنع تكوين الفايبرس تيشو وبالتالي تمنع التشوه سواء في البيرن او في الكيلويد. ده كان الوجه الحسن. طب نيجي للوجه السيء. عيان عنده سل تبركلوزيس، دي اقوى جرثومه، اقوى بكتيريا، بدليل دي البكتيريا الوحيده بحرف البي اللي مش ضدها البي ليمفوسايتس. البي ليمفوسايتس تنفع في كل البكتيريا ما عدا في التي بي. طب اهم علاج للتي بي بيعمله الجسم ايه؟ انه بيشط اوف الفوكس اوف انفكشن. عارف ان انا عندي فوكس اوف تي بي هنا، يروح الجسم حاطط حواليها رينج من فايبرس تيشو. ده اهم طريقه في التي بي، حط حواليها سجنها في وسط فايبرس تيشو. يبقى لو انا عنده تي بي وحضرتك بتديله كورتيزول يبقى انت قتلته لانك منعت تكوين فايبرس تيشو. فجرثومه التي بي هتنتشر في الجسم، يدي حاجه اسمها ميلياري تي بي which is fatal. بتقولي الكلام ده ليه؟ because I may save a patient. لكن لو غابت المعلومه عن نص الدكاتره وعنده عيان تي بي واحتاج يديله كورتيزول اداله كورتيزول يبقى قتله. فمعلش بضاع وقتك دقيقه او دقيقتين عشان نصنع اطباء فاهمين طب. ممنوع منعا باتا لعيان عنده سول تي بي انه ياخد كورتيزول، لان التي بي الجسم بيغلق الفوكس وانفكشن برينج اوف فايبرس تيشو. التي بي بيمنع تكوين فايبرس تيشو، يبقى هيحصل له تي بي منتشر يسموها ميلياري تي بي ان ديث. اي نيد محاضرات في الكورتيزول عشان ناخده بطريقه صح، ما نغلطش. نتمنى هذا. نكمل فارماكولوجيكال دوز. نيجي بقى ايه اهم استخدامين للكورتيزول، ليه بيستخدموه في الاف الامراض؟ لانه انتي انفلاماتوري، خلاص يعني ضد الالتهاب. طب ايه اهم حاجه بتيجي في الام اس كيو؟ تعالى افهمك الالتهاب. الالتهاب ان بيحصل لما الالتهاب بيخلي السيل تبقى انجرد. ايه اول اورجانيل عضي ضد جوه الخليه بينفجر لما الخليه تعيا يحصل لها التهاب؟ اللايسوزومز، ويطلع هيدروليتيك انزيمز تبهدل الانسجه. فازاي الكورتيزول بيمنع الكلام ده؟ بانه بيمنع انفجار اللايسوزومز، بيستابيلايز يقوي الممبرين اوف لايسوزومز. زائد ان في انترلوكين مهم جدا في الالتهاب اسمه انترلوكين 1 بيقلله. ده أسئلة مهمة جدا لما يقول لك إزاي بيشتغل كأنتي إنفلاماتوري، إنه بيمنع انفجار اللايسوزومز، بيستابيلايز اللايسوزوم ممبرين وبيقلل انترلوكين 1. طب إزاي بيشتغل كأنتي أليرجيك؟ عشان كده بنستخدمه في كل الأوتو إميون ديزيزز، كل أمراض المناعة الحل فيها هو الكورتيزول. قلنا في أمراض المناعة والألرجي بيحصل انتيجين انتي بادي انتيجين رياكشن، ففي الاخر يطلع ماده الايه؟ الهستامين. هو بقى بيجيب من الاخر الكورتيزول، يعني ليه دعوه ولا بالانتي بادي ولا بالانتي، هم لما هيتخانقوا هيفجروا الماس سيلز والبيزوفيليك سيلز يطلع منها هستامين. هو بيمنع الريليس اوف هستامين، بيجيب من الاخر اللي هيعمل الجي وهستامين ومنع الريليس، زائد انه بيقلل ال ليوكوترينز اف، بس الاهم انه بيقلل الهستامين ريليس. طيب نيجي خامس واخر فارماكولوجيكال اكشن، ان هو على ايه الاكشن بتاعه على الاميونيتي والليمفويد تيشو. طبعا عارف العلاقه، لان الاميونيتي مرتبطه بالليمفويد تيشو، التي والبي ليمفوسايتس. هو بيقلل الاثنين البي والتي، وعليه يقلل الهيومورال والسيلولار اميونيتي. اميونيتي بيشقاها، وطبعا لما يقلل الهيومورال هيقلل انتي بادي الاميونوجلوبينز فورميشن، والسيلولار اهمهم التي ليمفوسايتس اللي هي الهيلبر. تي هيلبر في تي 4 السي دي 4 اللي هي الهيلبر بتساعد الهيومورال والسيل. هو بيقلل التي سيلز بنوعيها وبيقلل انترفيرونز بتاع الفيروس. طبعا دي حاجه سخيفه، يبقى اللي بياخد كورتيزول مناعته بتقل.
بس واحد يقول لي طب ما تقول لنا الوجه الحسن، ان زراعه الانسجه خايفين لما واحد يزرع كليه يزرع كبد يزرع قلب ان الجسم يلفظه. مين اللي بيلفظ التيشو ترانسبلانتس بحرف التي؟ علمتها لكم، تي لينفوسايتس. اللي بيلفظ التيشو بحرف التي تي لينفوسايتس. يبقى عشان ما تلفظهاش العين ياخد كورتيزول. يبقى كل حاجه لها وجه حسن وجه سيء. فاحنا بنتعلم الاثنين. عشان الكورتيزول ده انت ماسك قنبله موقوته، استخدمها صح تاخد البنفيتس وتتحاشى العيوب، انما تستخدمها غلط تنتهي بكارثه. عشان كده بقول واعذروني يا اولاد ان انا اطلت شويه عن اللي عليكم، لاني لا 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 ادرسكم فقط من منظور ان احنا ندخل نمتحن، لا احنا اساسا مش داخلين كليه الطب عشان في اخر السنه ندخل الامتحان، ده في مسار الوضع. انما اساسا عشان نبقى اطباء، عشان الليفييت بين، نشيل الالام بتاعه البشر. نشيلها ازاي؟ بدون معلومات، معلومات اساسيه جدا. فده كان اهم هرمون في الجسم اللي هو اسينشال فور لايف. وغير ان هو هرمون فهو دراج يستخدم في الاف الامراض، بس تفهمه كويس. وقلت احسن طريقه لفهم الكورتيزول هو انك تقسم الاكشن لثلاث مجموعات. ان لو ليفل اللي هو بيدي البرميشن، بيرميسيف رول اهي كنا شفناها، اللو ليفل اللي هو البرميسيف رول، وبعدين خدنا ثلاثه، وبعدين النورمال فيسيولوجيكال ليفل، يبقى ده 100% الفيسيولوجيكال اكشن اللي كانوا تسعه. قلنا ميتابوليزم وستريس وابيتايت مع بعض. وبعدين ثلاث اتنينات، كارديوفاسكولار مع بلاد سيلز، حافظ على الضغط ويزود الزائدين وينقص بتوع الالرجي بتوع الاميونيتي. وبعدين على السي ان اس اللي بيحرك السكيتال ماسل، خدناهم مع بعض، ادي تاني مجموعه. وبعدين الكيدني والاذر افكتس. فارماكولوجيكال اكشن بقى ان هاي ليفل كعقار، قلنا على البون بيعمل اوستيوبروزس بس فيما هو العب منه اللي هو اللي بياخده الباراثرمون، وعلى الكونكتيف تيشو بيمنع تكوين الفايبرس تيشو، وقلنا كل حاجه ميزتها وعيبها. وبعدين اثنين انتي انفلاماتوري انتي اليرجيك، وبعدين بيقلل اميونيتي ويقلل الليمفويد تيشو. ده عاوز اقول لك حاجه في الليمفويد تيشو مش بس في زراعه الانسجه، كل الليمفومز اللي هو الكانسر في الليمفاتيك تيشو، مين بيسيح الليمفويد تيشو؟ الكورتيزول. بيقول لك بيملت الكانسر، بيسيحه خالص. ادي ميزه. يبقى اي عيان عنده ليمفومز، سرطانات في الغدد الليمفاويه، كورتيزول، عليك بالكورتيزول، لانه بيقلل التي والبي، بيملت يعني يسيح الليمفويد تيشو. فزي ما بقول الكورتيزول سلاح ذو حدين، حد مش مفيد، مفيد جدا، بدونه ما نقدرش البشريه تتخطى ما تعانيه من امراض، لكن له مضار رهيبه، فلازم نستخدمه باحترام. طيب انتقل للكنترول، كنترول اوف جلوكوكورتيكويدز. كعادتنا علمتك لما يقول لك كنترول بتاع اي غده تسال روحك سؤال واحد، هل الغده دي تحت تاثير الانتيرو بيتيوتري ولا نوت اندر ذا كنترول اوف انتيرو بيتيوتري؟ لو تحت تاثير الانتيرو بيتيوتري زي في حاله الثايرويد ودلوقتي الادرينال كورتكس، في طريقه معينه يبقى تتكلم ميكانيزم من فوق اللي هو الرئاسه اللي هو البيتيوتري والهايبوثالامس، وميكانيزم من تحت اللي هو الفيدباك ميكانيزم. وفهمتها وما بزهقش بقولها المره العشرين. الرئاسه افتح ودنك، تحدد المستوى المطلوب من الكورتيزول. طب والفيدباك يثبت هذا المستوى. يعني شوف العظمه اللي هي، شوف هم مش اي كنترول. الرئاسه ممثله اساسا في النيرفس سيستم، هايبوثالامس اللي هتامر الانتيرو بيتيوتري نيرفس، يحدد انت محتاج قد ايه كورتيزول. طب ومين يثبته؟ لو زاد يقل، ولو قل يزيد، الفيدباك اللي هو من تحت. نفس الجمل قلتها مع الثايرويد مع تغييرات طفيفه. الهايبوثالامس في الثايرويد كانت بتطلع ثايروتروبين ريليسنج هرمون، هنا هتطلع كورتيكوتروبين ريليسنج هرمون.
هناك الثايرويد قلنا كانت الدفايه بتاعت الجسم، ولعها ولع شعللها شعلل، عشان كده كان بنطلعها اكتر فين؟ في الكولد، في البرد. انما ده يا بني ادم الجلوكوكورتيكويدز دي الستريس، ستريس هرمونز، الغده دي اسمها ستريس جلاند، يبقى اهم حاجه يطلع في الاستريس. تمام؟ والاستريس امتى؟ بيبقى الصبح اكتر. الواحد بيقوم يقول يا فتاح عليم، وبعد ما اليوم يفوت بالليل بيبقى اروق. عشان كده قلت ان الادرينال كورتكس دي غده صباحيه عكس البيتيوتري كان غده ليليه، دي صباحيه. اعلى ليفل للكورتيزول بيبقى في الايرلي مورنينج. عاوز التطبيق الاكلينيكي؟ لما تبعت عيان يقيس كورتيزول في المعمل، الكورتيزول ليفل بتاع الجسم لازم يروح مرتين المعمل، مره الصبح بدري ومره بالليل، لان الليفل الصبح ملوش دعوه بالليل، الصبح عالي جدا. طب الكورتيكوتروبين ريليسنج هرمون ده هيطلع الاي سي تي اتش ازاي من البيتيوتري؟ نفكر الاي سي اتش ده تركيبه ايه؟ تركيبه بولي بيبتايد، يبقى هيطلع بالاكزوسيتوزيس بالخليه اللي محتاج كالسيوم، يبقى لازم يشتغل عن طريق الداي اسايل جليسرول انستول ترايفوسفيت. نفس الكورتيكوتروبين ريليسنج هرمون تركيبه ايه عشان تبقى عارف؟ سمول بيبتايد. حتى الثايروتروبين ريليسنج هرمون كان تراي بيبتايد لو كنت عاوز افكرك. اللي هو بيشتغل ازاي؟ قلنا البيبتايد والبروتين بيشتغلوا ازاي؟ نعيدها للمره المليون. دول ما بيدوبوش في الليبيد، لايبوفوبيك. يبقى يمسكوا في ريسبتور في السيل ممبرين، بيبقى هذا الريسبتور يسموه جي بروتين كابلد ريسبتور، يعني يمسكوا في ريسبتور يشغل الجي بروتين، والجي بروتين عنده اربع رسل يبعتهم. مين المهمين فيهم؟ سايكليك ام بي ثم سايكليك ام بي ثم سايكليك ام بي في المعظم. اذا الموضوع عاوز كالسيوم ما ينفعش السايكليك ام بي، هيبعت الداي اسايل جليسرول وانستول ترايفوسفيت لان دول بتوع الكالسيوم. وفي اثنين تانيين قلنا ما لهمش قيمه، مش هنجي لهم، قلناهم بس في السؤال الاساسي، كالسيوم كالموديولين والسايكليك جي ام بي. طب الكورتيكوتروبين ريليسنج هرمون ده هيطلع الاس تي اتش اللي هو بولي بيبتايد بالبيتيوتري بالاكسيتوز، يبقى عاوز كالسيوم، يبقى لازم يبقى هنا داي اسايل جليسرول انستول ترايفوسفيت. ننتقل للاس تي اتش، بيطلع من الكورتيكوتروبس في الليفر وتركيبه بولي بيبتايد، فبيشتغل بجي بروتين كاب ريسبتور، عندهم اربعه سكند ميسنجر اهمهم السايكليك ام بي، هو ده بيشتغل الاساسي سايكليك ام بي. طيب بيعمل ايه؟ قلت اي ستيميليتنج هرمون بيأثر في الاناتومي وفي الفسيولوجي. فالادرينو كورتيكوتروفيك هرمون بيزود النمبر والسايز بتاع الادرينال كورتكس. نمبر اوف سيلز والسايز اوف سيلز بتاع الادرينال كورتكس، وبيزود الاكتيفيتي افرازها للكورتيزول. معلومتين مهمين جدا يا اولاد، جدا في الام اس كيو. البيجمنتيشن في الحيوانات بيحصل بسبب حاجه اسمها بيتا ميلانوسايت ستيميليتنج هرمون، الهرمون اللي بيستيميليت الميلانوسايتس اللي تعمل بيجمنتيشن. اللي بيطلع منين؟ من الانترميديت لوب في البيتيوتري. طب الانسان ما عندوش انترميديت لوب في البيتيوتري، مين يعمل بيجمنتيشن يخلي الجلد كده يبقى يعني لونه غامق؟ مين يقوم مقام الميلانوسايت ستيميليتنج هرمون؟ الـ ACTH has melanocyte stimulating hormone activity. عشان كده هنلاقي العينين اللي عندهم الـ ACTH هيزيد، هيحصل لهم darkness of the skin، السكين هيحصل له pigmentation. اللي عندهم الـ ACTH هيقل، هيبقوا بالو، تبقى فاهم ليه. المعلومة الثانية مهمة جدا في الـ MSQ، إن الـ ACTH مهم للزونا فاسيكولاتا والزونا ريتيكولاريس، لكنه غير مهم للزونا جلوميرولوزا بتاعت الالدوسترون زي ما هنشوف. كل معلومه مهمه في الام اس كيو، بس عاوز اتقدم حته كبيره، انت بقى شغل فيديو تاني. يبقى دول حددوا انت عاوز قد ايه حسب ايه؟ قلنا الاسترس. خد بالك الاسترس ده نيرفوس فاكتور، فالبدايه بتبقى على النيرفوس سيستم اللي هو الهايبوثالامس، يعني السيركاديان ريزم اللي هو الايقاع الدوري اليومي اساسا في الهايبوثالامس، وعليه في الاس تي اتش وعليه في الكورتيزول، واثبتوها. لو حطمت النيوكليس في الهايبوثالامس اللي بتطلع الكورتيكوتروبين ريليسنج هرمون، هتبص تلاقي الليفل في الكورتيزول الصبح زي بالليل. فعرفنا
ان السيركاديان ريذم اللي متعلق بالستريس اللي هو نيرفس فاكتور ده بيبتدي في الهايبوثالاموس. يعني اساسا اوعى تنسى، هقولها بطريقه جميله، الكورتيكوتروبين ريليسنج هرمون بحرف السي هو اساسا اللي عنده سيركاديان ريذم ايقاع دوري بحرف السي، وعليه بالتبعيه بقى الاي سي تي اتش والكورتيزول عندهم ايقاع دوري. طيب يبقى دول حددوا احنا عاوزين قد ايه كورتيزول تبع للليفل وستريس اللي هو قلنا بيبقى اكتر الصبح منه بالليل، عشان كده دي غده صباحيه، الليفل في كورتيزول عالي جدا الصبح وقليل جدا بالليل. طب من يثبت الفيدباك؟ الجلوكوكورتيكويدز. لو زادت يحصل ايه؟ بالنيجاتيف فيدباك تنهيبت البيتيوتري ما تطلعش اس اتش، وده الاهم، هي الخط اتقل، وتنهيبت الهايبوثالاموس ما تطلعش كورتيكوتروبين ريليسنج هرمون. طب ولو قلت؟ بالعكس، يزيد الاس تي اتش ويزيد الكورتيكوتروبين ريليسنج هرمون، ده نسميه لونج لوب فيدباك. لونج لوب فيدباك، لكن ممكن الاس تي اتش ياثر على الكورتيكوتروبين ريليسنج هرمون بيتيوتري على الهايبوثالاموس، نسميها شورت لوب فيدباك. يبقى فهمت القصه في الكنترول؟ الرئاسه ممثله في الهايبوثالاموس ريليسنج هرمون والبيتيوتري الاس تي اتش تحدد، اما اللي تحت الفيدباك ميكانيزم النيجاتيف يثبت، وتقول الكورتيكوتروبين ريليسنج هرمون ده بيبتايد والاس تي اتش ده بولي بيبتايد، يبقى يشتغلوا بجي بروتين كابلد ريسبتور. قصادك تختار يا سايكليك ام بي يا انستول ترايفوسفيت ضايع سايل جسم. لو الموضوع عاوز كالسيوم، لان عشان اطلع الاس تي اتش بالاكسيتوز عاوز كالسيوم، يبقى الكورتيكوتروبين ريليسنج هرمون استخدمه الضايع سايل جسم انستول ترايفوسفيت. الاس تي اتش بيشتغل بالاساسي اللي هو سايكليك ام بي. ولا تنسى الاس تي اتش هو اللي بيعمل بيجمنتيشن، لو زاد يحصل بيجمنتيشن، قال لي يحصل بالور، اسئله مهمه جدا في الام اس كيو، وانه لا يؤثر في الزونه جلوميرولوزا، بيأثر فقط في زونه فاسيكولاتا وبتاعت الجنس ريتيكولاريس. طيب تعالى نحكي عن السيركاديان ريزم اللي حكيت لكم عليه، الايقاع الدوري. هو رسمها لك رسمه طفوليه جميله، ده مستوى الكورتيزول اهو بيعلو ويهبط يعلو ويهبط. الصبح او رسم الشمس لسه طالعه في الايرلي مورنينج عالي جدا، لما عندما اقبل الليل اهو راسم لك هلال الليفل بقى واطي. السوبرارينال جلاند بشقيها الكورتكس والمظله غده صباحيه تطلع الهرمونز اكتر الصبح منه بالليل، لانها ستريس جلاند بتخلينا نتحمل الستريس، والستريس الصبح اساسا. تمام؟ تبقى فاهمها. بينما البيتيوتري كانت غده مسائيه، وفهمتك ليه؟ ليه بنطلع الانتي دايوريتيك هرمون، الهرمون اللي بيمنع ادرار البول بالليل عشان ما اقومش التواليت كتير من البيتيوتري؟ ليه بيطلع الجروث هرمون بتاع النمو من الانتي بيتيوتري بالليل؟ عشان نمو اسهل وانت نايم من يبقى وانت واقف، عكس الجرافيتي. عاوز ناس فاهمه مش حافظه، ما قط الا الحفظ، ناس جايه تقرا افهم. نمرة خمسة، ايه الحاجات اللي تزود الكورتيزول؟ السيروتونين بتاع اللي هو بيختزن في البليتلتس بيزود الكورتيزول، والفازو اكتيف انستينال بيبتايد والفازو برسين. اقول لك ايه الجامع ما بينهم دول كلهم؟ كلهم كما الكورتيزول بيساعدوا الفازو كونستريكشن، السيروتونين بيعمل فازو كونستريكشن، الفازو برسين اللي هو الاي دي اتش بيعمل فازو كونستريكشن، الفازو اكتيف انستينال بيبتايد فازو اكتيف بيعمل فازو كونستريكشن. القهوه بتزود الكورتيزول، الكافيين دي من ضمن فوائد القهوه، انك لما بتاخد تشرب قهوه بيطلع لك كورتيزول رباني بقى بتاع ربنا. الفيرال انفكشن بيزود الكورتيزول لانه ستريس. السليب ديبريفيشن، الحرمان من النوم، سليب ديبريفيشن، ديبريفيشن ديبرايفد يعني محروم، يزود الكورتيزول. دول بقى سؤالين مهمين جدا بيجيبوهم هنا يا اولاد. الالكترو كونفالسيف ثيرابي ECT الكترو كونفالسيف ثيرابي، لما عيان بيبقى عنده مرض نفسي وفشلت الادويه في علاجه بنعمل ايه؟ بنحط له الكترودز ونخليه يحصل له كونفالشن، يسموه الكترو كونفالسيف ثيرابي. يعني مهما العيان قال ان هو ستريسد، انا مش حاسس الستريس بتاع العيان، انما ازاي احنا كاطباء فهمنا ان الكهرباء على المخ دي فيري ستريسفول، لان الليفل اوف كورتيزول بيعلى جدا. سؤال اصعب، في داين بيشنت عام بيموت، وات اباوت ذا ليفل اوف كورتيزول؟
ما قلتش ميت، dying. أظن المرور رحلة الموت هي أشق الرحلات في رحلة الحياة، بتزود ليفل في كورتيزول جدا. ده سؤالين بيجيبوهم في الام اس كيو، قيس الالكترو كونفالسور عشان تبقى فاهم كطبيب امراض نفسيه ان دي عمليه ستريسفول على المريض بتاعك، يعني تعملها في اوانها، والدليل انها فيري ستريسفول انها بتزود الستريس هرمون اللي هو الكورتيزول. والداين بيشنت قلنا بيزيد بالكافيين، القهوه بيزيد بال فيرال انفكشن، عدم النوم، ولا تنسى اللي بيعملوا فازو كونستريكشن، سيروتونين، فازو اكتيف انزايم بيبتايد اند فازو كريسين. طيب نقول بقى المينرالو كورتيكويدز ونقفل بكده. مينرالو كورتيكويدز اللي هو من اسمه مهم للمينرالز، حافظ على الملح، صوديوم كلورايد، ومن ثم الميه، 90% منهم الدوستيرون. وفهمتك كلمه الدوستيرون جايه منين؟ الدر يعني ريليتد تو ووتر، الاستيرويد متعلق بالميه. ترانسبورت قلنا 60% منه بيبقوا باوند تو ترانسكورتين اند البومين، يعني مش بالنسبه مش عاليه قوي زي هناك في الكورتيزول، اقل 60% بس باوند تو ترانسكورتين اند باوند تو البومين. قلنا طيب الميتابوليزم دي نقطه بقى مهمه احبك تعرفها كويس. هناك كان كام، فاكر كام في المية؟ كان كميه كبيره، كان 90% باوند تو البومين اند ترانسكورتين، هنا 60% بس. 90% is cleared في الليفر by one circulation، يعني لما يدخل الدم في الدوسترون الكبد، الكبد يين اكتبيت 90% في لفه واحده. ازاي؟ برضو بالريدكشن والكونجيوجيشن مع الكرونيك اسيد او سلفر جروب، فيبقى ووتر سولبل فيبقى اكسكريت ان يورين. برضو انا مش جاي اقرا معاك يا ولاد، انا عاوز تفهمه. وعليه لو واحد عنده ليفر ديزيزز كما الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، حصل له تليف كبد بسبب الهرس، او العيانين اللي عندهم هيباتايتس، طب هو مش هيعرف يتخلص من الالدوستيرون، فهيحصل له هايبر الدوسترونيزم، زياده في افراز الالدوسترون. هل هنا الخلل في الغده اللي بتطلع الالدوسترون؟ لا، الخلل براها، عشان كده يسموه سكندري هايبر الدوسترونيزم، احد اهم اسبابه ليفر ديزيزز. كل العيانين اللي عندهم ليفر ديزيزز الالدوسترون عالي. طيب هنسيب الادرينال اندروجين او نقولها بسرعه وناخد بعد كده الفانكشن من الكورتيكويدز. قلنا ان الزونا ريتيكولاريس اللي هي الشبكه المجله، الشبكه اللبنانيه، قلنا كانت بتعني بالجنس، ده بتطلع الهرمونات الجنسيه، فبتطلع اساسا ادرينال اندروجين اللي هو الهرمون الذكري، لكن بتطلع كميات صغيره من الادرينال ايستروجينز. تمام، كنترول بايه بقى؟ بص ده سؤال مسكين مهم جدا، وقلت لك على فكره يبقى كل ذكر وكل انثى عندهم هرمون ذكري وهرمون انثوي بيطلع من الشبكه دي، عشان كده قلت الجنس ليس صفه مطلقه. الجنس ليس صفه مطلقه، كل ذكر عنده شويه ايستروجين هي مشاور عليها، وكل انثى عندها شويه اندروجين هرمون ذكري، مبعثها ايه؟ الشبكه. وقلت لو شال عليه القدير من امسى ذكرا وطلع عنده ورم ممكن يبقى انثى، والعكس بالعكس. اهم سؤال في الام اس كيو هنا ان السكس هرمونز اللي بتطلع من الجونادز من التستكل والاوفرز كنترولد بالجونادوتروبينز، انما ده كنترولد بالادرينو كورتيكو ترافيك هرمون. قلنا الادرينو كورتيكو ترافيك هرمون بتتحكم في الزونا فاسيكولاتا وريتيكولاريس في الشبكه بتاعت الجنس. هعيدها تاني ما بزهقش، مين اللير اللي هي تتحكم فيها؟ الزونا جلومريلوزا بتاعت الالدوستيرون. طب واحد يسالني، طب هو ليه ربنا يخلي فيميل يبقى عندها هرمون ذكري؟ يعني ايه يعمل لها ايه الهرمون الذكري ده؟ يعمل لها ايه؟ ده مهم جدا في الفورميشن اوف ار بي سيز. كنا قلنا الاريثروبيتين هرمون اللي بيعمل كرات الدم الحمراء بيزيد بالهرمون الذكري. طيب تاني حاجه بيزود لها البيوبيك والاكزيلري هير، الشعر بتاع الابط والعنه، بيزيد بال اندروجين. طبعا في الميل ملوش قيمه قوي لان في الاكتر منه اللي هو الاندروجين اللي طالع من التستكلز. طب تعالى بقى الادرينال ايستروجين، ده اقل بكتير بقى، فيري سمول اماونتس، يعني اساسا الغده في ذكر او انثى بتطلع اندروجين اساسا،
وشوية صغيرين في ذكر أو أنثى إيستروجينز. مصدر هذا الإيستروجين طالع من الأدرينال أندروجين. وهنا عندي تأمل كده جميل في خلق الخالق. في كل الأديان السماوية عارفين قصة آدم وإيف، يقولنا في آدم وأخذت منه إيف اللي حواء. فالناس تتهم، الملحدون يتهموا المؤمنين بأن دول يعني أساطير، إيه اللي آدم واتخذ منه حواء. أنا قلت لكم أولاد، ومتعة أنك يعني تحضر محاضرات وتفهم معايا، أن في دعوة إلهية في كل الأديان. ربنا بيقول لنا انظروا، في الإنجيل يقولوا انظروا، وفي القرآن وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني عاوز تشوف ابصر، ابصروا وفي أنفسكم أفلا تبصرون. تعال هنا بقى ربنا بيحكي لك قصة الخلق اللي انتم مستغربين منها. أندروجين هنا يمثل آدم الهرمون الذكري، والإيستروجين تمثل حواء. أقول لك حاجة، ما فيش مرة هيطلع إيستروجين غير من الأندروجين. حتى لما نيجي للريبرودكتيف سيستم لا يمكن خلق الإيستروجين اللي هو الهرمون الأنثوي إلا من الهرمون الذكري. يعني الأول لازم ربنا بيعمل لنا الأندروجين ثم يؤخذ منه الإيستروجين، وشوف مين هيتذكرها في البرودكشن. أليس في ذلك دلالة واضحة على أنه وراء الخلق خالق، وعلى أن قصة الخلق ليست كما يدعي الملحدون إنها قصة أسطورة؟ أهي بص انظر في جسمك، ولا مرة هنعمل إيستروجين إلا من الأندروجين. إيه أهمية إن يبقى في إيستروجين في الميل؟ في طبعا في الفيميل عندها إيستروجين طالع من الأوفرس كتير، إنما إيه أهمية إن الذكر يبقى عنده إيستروجين؟ أنا بقولها بطريقة ساخرة بس هتفتكروها. تخيل أكثر العمليات ذكرية في الرجل هي السبرماتوجينسيس، تكوين الحيوانات المنوية، السبيرم سبرماتوجينسيس. صور ان اكبر عملية ذكرية في الراجل واللي هي بتخليه تقول ان ده راجل انه بيطلع سبيرم تحتاج لسمول دوزز اوف ايستروجين. يعني السمول دوزز اوف ايستروجين مهمة لعملية السبرماتوجينسيس. هقولها لك برضو بطريقة فيها ملاح وعمركم ما تنسوها مع حياتكم. كما انه وراء كل رجل عظيم امرأة، وراء كل سبيرم حيوان منوي شوية هرمون أنثوي إيستروجين، عشان ما تنسهاش تفهم ليه ربنا بيخلي يطلع هرمون أنثوي في ذكر. ده مهم لأهم عملية ذكرية وهي السبرماتوجينس. يبقى اتعلمنا حاجة كمان قبلها، اوعى تنسى، كما أخذت إيف من آدم، كما أخذت حواء من آدم، كذا يؤخذ الإيستروجين هرمون أنثوي من الأندروجين اللي هو الهرمون الذكري. سبحان الله في خلقه شيء رائع. واحد بيقول لي ليه في اختلاف في محاضراتك؟ عارف ليه؟ الاختلاف مش مبعثه لي انا خالص، مبعثه شيء واحد مش علاقه بيه، انني اؤمن بانه وراء الخلق خالق. فكل حاجه فكرت فيها انه وراء الخلق خالق، قوه عاقله نسميها الله. تعال بقى ناخد الاكشن اوف مينرالكو الكوجري، صغيره قوي ما تقلقش، يعني اخر بيج يا اولاد، بيج الأخير. بس نجيبه، معلش الأوراق كثيرة، هنلاقيها بإذن الله كل شيء نلاقيه. لقنا actions of mineralocorticoids اللي هو قلنا 90% منهم aldosterone. ألدر يعني متعلق بالمية، الاستيرويد متعلق ما أحب أوي الترمينولوجي، تبقوا فاهمين كل كلمة جاية منين يا أولاد، تبقوا عارفين. زي ما قلت إن ليه ربنا خلق الألدوستيرون أو المينرالوكورتكويدز، ده بيحافظ على الملح ومن ثم المية جوة جسمنا، الأكسترا سيلر فلويد، منتينز الأكسترا سيلر فلويد فوليوم باي كونزيرفينج، يعني بالمحافظه على الصوديوم ومن ثم الميه. طب يبقى هيشتغل ازاي؟ تعال نفكر ما نحفظش. هو عاوز يعني يحافظ على الملح ومن ثم الميه، يبقى لابد انه هيمنع فقدان الملح والميه. يبقى فكر انت معايا من غير ما نذاكر،
يعني مين الأعضاء الأورجنز اللي لازم يشتغل عليها؟ أكبر كمية مية وملح بتفقد فين؟ فين؟ في اليورين، يبقى لازم المين أكشن يبقى على الكدني بالعقل. طب تاني حاجة، بنفقد شوية مية وملح في الستول، يبقى تاني أكشن هيبقى على الكولون. طب تالت حاجة، في العرق السويت جلانز وفي اللعاب السلايفا، فبيشتغل على الجلانز. خلاص، يبقى ده المين سايت اوف اكشن، بيشتغل على كيدني ويشتغل على كولون ويشتغل على الجلانز. طيب نحط قواعد اساسيه عندنا. انا قلت لكم يا اولاد لما نشتغل على الكيدني، هل نشتغل في اول حته في النفرون نفس القاعده بعيدها تاني، ولا في اخر حته في النفرون؟ طالب قال لي انا ما كنتش حاضر المحاضره دي، ذكرني. هقول لك حاجه، هو وظيفه الهرمونات ايه؟ انها تعمل ضبط نهائي للبول، تظبط حجمه والاملاح والبي اتش، ضبط نهائي. ضبط ايه؟ نهائي. يبقى لازم يشتغلوا في النهايه، في الديستال هاف اوف ذا نيفرون. عمرك شفت نهائي بيتلعب في اول الدوري؟ ادام ضبط نهائي يبقى لازم في النهايه، فيشتغلوا على الديستال هاف اوف ذا نيفرون، اللي هو الديستال كونفليوتد تيبيول والكولكتنج تيبيولز. وقلنا مين الاكسبشن هنا، مين يذكرني بيها؟ كنا قلناها ما عدا الهرمونات اللي بتشتغل على الفوسفات بحرف البي، تشتغل على البروكسيمال بحرف البي عشان تحط البفر على الاسيتس، قلناها، اسمعها في المحاضرات اللي قبل كده. طيب تعال نفكر مع بعض دلوقتي، هنرجع للكلام ده في كيدني باذن الله بالتفصيل اكثر في الترم الثاني. دي التوبولار سيل، الخليه بتاعه التيبيول، من ناحيه في اليومن اهو اللي هو هينزل فيه البول والملح، عاوزين نرجعه تاني للبلاد باللون الاحمر اهو. يبقى الهرمون بيحاول يرجع الميه والملح من اليومن، من التجويف الى البلاد. هيعملها ازاي؟ يبقى عشان ارجع الملح هعبر تو بوردرز، البوردر اللي ناحية اليومن اسمه اليومنال بوردر. طب واللي ناحية البلاد نفسي يسموه بلاد بوردر، لا سموه بيزل بوردر. شوف مين يفتكر في الكدني. طب ليه ده ناحية اليومن سموه اليومنال البوردر ده؟ طب ليه التاني سموه بيزل ما سموش بلاد؟ لأن ممكن ناحية دي يبقى فيه بلاد وممكن يبقى فيه لينف فيسلز، عشان كده سموه بيزل. تمام؟ طيب انا مش عاوز افقد ملح كتير في البول، يبقى كميه الملح اللي فاضله في البول قليله مقارنه بالملح الكتير في البلاد. يبقى انتقال الملح from lower to higher، يبقى 100% امتصاص الملح ده عمليه active primary active process. يبقى مفروض لطالب عادي يقول انا هدفع فلوس مرتين، مره عند اليومينال ومره عند البيزل. ولكن ربنا يا اولاد ضد الاسراف والمسرفين، ما ندفعش مرتين واحنا ممكن ندفع مره. طب واحد قال لي وريهاني ازاي، انا عندي تو بوردرز فروم لور تو هاير وهيبقى فيهم مره باسف؟ قلت له سهله جدا، كل جزيء صوديوم يتدفق للتيوبولار سيلز يبقى immediately pumped عند البيزل بوردر، اكتيفلي، بحيث ان تركيز الصوديوم جوه السيل يبقى قليل جدا جدا، اقل من تركيزه في اليورين، فاول نقله تبقى فروم هاير تو لور تبقى باسيف. يبقى ده الميكانيزم، انتقال الملح بيتم باسيفلي عند اليومينال بوردر واكتيفلي عند البيزل بوردر. بس خد بالك الباسيف معتمد على الاكتف، يعني لازم يحصل اكتف فالليفل في صوديوم يبقى قليل فالانتقال هنا يبقى باسيف. طب واحد يقول لي يعني اسمي العمليه باسيف ولا اكتف؟ بص اعلمك حاجه لطيفه، هي نصها باسيف ونصها اكتف، تسميها اكتف برايمري اكتف بروس. واحد قال لي قولها لنا بطريقه طفوليه. حضرتك رحت السينما، في بابين بتدخل منه، باب بتاع السينما العامه وباب بتاع القاعات، بتدفع فلوس كم مره؟ مره واحده عند الباب الرئيسي، بعد كده بتدفع فلوس؟ لا ما بتدفعش.
يبقى هل تقول بعبط ان دخول السينما نصه بفلوس، في باب بفلوس وباب ببلاش، ادام دفعت مره ادام دفعت مره يبقى العمليه اكتف بفلوس بس. يبقى لما يقول لك امتصاص الصوديوم ايه؟ باي برايمري اكتف بروسيس. طب التفصيلات ايه؟ عند الليومينال بوردر باسيف، وعند البيزال بوردر بتبقى اكتف، برايمري اكتف. طيب ازاي عند البيزال بوردر بتبقى اكتف؟ في صوديوم بوتاسيوم بامب، بنرمي 3 صوديوم هنا وعوضا عنهم 2 بوتاسيوم هنا. طب عد معايا، يبقى 3 صوديوم و2 بوتاسيوم، يبقى انهي ناحيه فيها صوديوم فيها بوزيتيف اكتر؟ صوديوم 3. يبقى لو انت كلورايد الكترو نيجاتيف، الكترو نيجاتيف اين، تمشي ورا مين؟ امشي ورا الصوديوم. فسكندري للصوديوم ريابزوربشن هناخد كلورايد بقى ملح، سكندري للملح هناخد ميه بقى اسموزس. فهمت بقى ازاي بنحافظ على الميه والملح؟ يعني الالدوستون مركز في الصوديوم اساسا، بيرمي صوديوم اكتر من بوتاسيوم 3-2، صوديوم بوتاسيوم بامب، فياخد وراه كلورايد باسيفلي، فياخد وراه ميه باسموزس اللي هي باسيف. ادي ازاي الالدوستروم بيحافظ على الميه والملح. يبقى هنا باسيف وهنا اكتف. طب واحد قال لي انا عاوز اخد الفول مارك، ممكن تقولي الديتيلز اكتر؟ قلت له اقول لك، هو الالدوستروم ده تركيبه ايه؟ ذكرني ده استيرويدز، يبقى بيدخل سوليبل، يدخل جوه الخليه، يوصل نيوكلس يعمل ثانسز لبروتين. قول لي بأي طريقة الألدوستيرون هيعمل ثانسيس لبروتين في الخلية يساعد امتصاص الصوديوم؟ سهل قوي قوي. عند اليومينال بوردر ينسرت بروتين شانلز يتدفق من خلالها الصوديوم باسيفلي. طب وعند اليومينال، عند البيزال بوردر اللي هي اكتف عاوزة طاقة، يصنع الصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز، يكسر اي تي بي للحصول على الطاقه. اقولها لك بطريقه ملعوبه، قولي يبقى عندي اليومينال بوردر الباسيف ببروتين شانل، بي مع البي حلوه، الباسيف بانه بيحط بروتين شانلز، والاكتف بانه بيعمل انزيم اسمه اي تي بيز. اي تي بيز ايه مع الايه؟ ايه مع الايه؟ الاكتف بالاي تي بيز اللي هو صوديوم بوتاسيوم اي تي بيز يدي الطاقه اللازمه للبامب. بس ملعوبه. يبقى الالدوستيرون سوليبل، هيدخل جوه الخليه ويمسك مع سيتوبلازميك ريسبتور ويروحوا مع بعض للنيوكليوس للدي ان ايه، يحصل فاكر ترانسكريبشن، يتكون ميسنجر ار ان ايه، يصنع لي نوعين من البروتينز. البروتين شانلز عند اليومينال بوردر تساعد الباسيف، وبروتين انزيم اي تي بيز عند البيزال بوردر يساعد الاكتف. ادي التفصيلات. طيب الخلية اللي موجودة في الديستال أو في الكوليكتينج، أساسا ديستال والكوليكتينج تقول في الكيدني، معظم الخلايا اسمها بي سيلز، اللي هي عملت صوديوم ري أبزوربشن وراه كلورايد وراه مية وعوضا عنه رامي بوتاسيوم أهي. يبقى البي سيلز بتعمل صوديوم ري أبزوربشن ومفهوم إن وراها كلورايد ومية وعوضا عنه عمل بوتاسيوم سكريشن. واحد يقول لي هما ليه سموها بي سيلز؟ احنا بنتعلم ترمينولوجي، عشان هي البرنسبل سيلز، هي الاساسيه برنسبل سيلز، سموها بي سيلز، اللي موجوده في الديستال والكولكتنج تيبيولز. في ما بينهم شويه خلايا اسمهم اي سيلز، قليلين. واحد يقول لهم ليه سموهم اي سيلز؟ انتركاليتد، يعني محشره بين البي سيلز دي، بقى تعمل هيدروجين سكريشن. يعني البي سيلز النتيجه النهائيه تاخد صوديوم وترمي بوتاسيوم، طب والاي سيلز ترمي هيدروجين. طيب قال لي فهمنا اكتر، يعني احنا بناخد صوديوم وراه كلورايد، ادي ملح، ملح الطعام، صوديوم كلورايد وراه ميه، يبقى كده حافظنا على الملح والميه، ورمينا عوضا عنه بوتاسيوم بالبي سيلز. حلو، حتى بوتاسيوم بالبي سيلز، البي مع البي اللي هي الاساسيه، ولكن في شويه سيلز متحشره بنرمي الاي سيلز انتركاليتد، يعني محشوره بترمي الهيدروجين اينز. واحد يقول لي فهمنا اكتر، هو ليه بيرمي الالدوستروم بوتاسيوم وهيدروجين؟ في علاقه ما بينهم؟ قلت له طبعا، دول اللي بيظبطوا البي اتش. لو انا عندي اسيدوزس ارمي هيدروجين اكتر بالاي سيلز، عندي الكالوزس
ارمي بوتاسيوم اكتر. مش قلنا ربنا عامل كل حاجه على ميزان؟ زي ما في اين مسؤول عن الحامضيه وهو الهيدروجين، في اين مسؤول عن القلويه وهو البوتاسيوم. واذكرك قلت لك ايه في محاضرات السنه الماضيه؟ هما ليه رمز البوتاسيوم كي من كلمه كاليوم؟ وحتى ناس هنا يقولوا لي عشان ده لاتيني، لا اقول لهم الاصل عربي. العرب هم اللي عرفوا ان زي ما في ايوم مسؤول عن الحامضيه اللي هو الهيدروجين، في ايوم مسؤول عن القلويه اللي هو البوتاسيوم. كالوي، هم ما عندهمش حرف القاف فكتبوها مش كالوي، كاليوم، وبقى الاختصار كي. This is why potassium is called كي. وطبعا ما عنديش وقت دلوقتي ان ما قلت الصوديوم عشان لقوه في وادي النترون في مصر، فعشان كده يسموه نيتريوم ان ايه، مع ان الصوديوم ما فيهاش كلمه ان ايه. كل ده قلته للي بيسمع محاضراتي. يبقى فهمت العلاقه بان البي سيلز ترمي بوتاسيوم والاي سيلز ترمي هيدروجين؟ مش اي حاجه تدل على شيء واحد، انه وراء الخلق خالق، قوة عاقلة نسميها الله. بناخد ملح وميه صوديوم كلورايد وميه ونرمي عوضا عنه حسب البي اتش. لو في اسيدوزس الاي سيلز ترمي هيدروجين اكتر، الكالوزس البي سيلز ترمي بوتاسيوم اكتر. ايه الروعة دي؟ ايه العظمة دي؟ ده الملعب الاساسي. يتعاد نفس الكلام في القولون، لان في القولون بنفقد شوية ميه وملح في الاستو. ويتعاد نفس الكلام في الجلانز، سويت جلانز، سليفري جلانز، اند جاست جلانز، لان بينزل ميه ومعاه ملح، مش عاوزين نفقد ميه وملح كتير. وعندي بقى مفاجاه جميله قوي يا اولاد قوي. هما الالدوستروم بيعمل ضبط نهائي، وعشان كده قلت لك في الكيدني بيشتغل كمعظم الهرمونات في البدايه ولا في النهايه. طالب قال انت قلت نهائي، يتلعب في النهائي، يبقى في النهايه ديستال اند كولكتنج تيبولز في الكيدني. شوف بقى المفاجاه الجميله. طب وفي الانتستين؟ في سمول انتستين في الاول ولارج انتستين او كولون في الاخر. هو بقى مش بس بيشتغل على الكولون، على الديستال كولون، اخر حته في الكولون، يعني كولون وديستال بارت. وعاوز المفاجاه الثالثه، وفي الجلاندز، كل جلاند بتتكون من اسينس واخر حته هي الضغط، فهو بيشتغل على الضغط جلاندز على اخر حته، لانه بيعمل فاينل ادجستمنت. ده الاجابه النموذجيه لسؤال اكشن اوف مينرالو كورتيكويدز. اقولها كالاتي يا اولاد. يبقى هو بيمنتين الاكسترا سيلر فلويد عن طريق انه بريزيرف الصوديوم ويرمي عوضا عنه، انت فاهم، يا بوتاسيوم يا هيدروجين. طيب مين اكتر حته المفروض نحافظ فيها على الميه والملح؟ لازم الملعب الرئيسي اللي هي اكتر حته بنفقد فيها ميه وملح اللي هي الكيدني. اشتغل فين في الكيدني؟ في اخر حته دي ستال اند كولكتنج. البي سيلز تاخد صوديوم وترمي بوتاسيوم، صوديوم بوتاسيوم بامب، 3 صوديوم و2 بوتاسيوم. ورا الصوديوم ناخد كلورايد، ورا الصوديوم كلورايد ناخد ميه. تمام؟ طيب ده عند البيزال بوردر بيبقى اكتف، انما عند اليومينال بوردر بيبقى باسف. وفهمتك ازاي بنخليه باسف؟ اي واحده تدخل نعمل لها بامب بحيث الليفل هنا قليل جدا بحيث هنا تبقى باسف. طب الميكانيزم اوف اكشن اوف الدوستيرون، استيرويد سوليبل يدخل نيوكليس يعمل ثنسز بروتين. قول لي بأي طريقه الثنسز بروتين هيساعد الصوديوم للابزوربشن؟ الباسيف ينسرت بروتين شانل بي مع البي، والاكتف يسنسيتايز انزايم. يبقى هنا يسنسيتايز بروتين شانل، وهنا يسنسيتايز انزايم اي تي بيز فور صوديوم بوتاسيوم اي تي بيز. مين اللي يعمل العمله دي؟ بي سيلز، البرنسبل سيلز، تاخد صوديوم وترمي بوتاسيوم. وعدد قليل من السيلز محشره اسمها اي سيلز ترمي هيدروجين. وفهمت العلاقه بين البوتاسيوم والهيدروجين، واحد مسؤول عن الحامضيه الهيدروجين، وده الكاليوم كالوي البوتاسيوم. ونفس الكلام يعاد في القولون عشان ممكن نفقد ميه وملح هناك في الاستول، ونفس الكلام في الجلانز عشان ممكن نفقد ميه وملح في من السويت جلانز او السليفري جلانز او الجاستري جلانز. وفي جميعهم بيشتغل فاينل ادجستمنت، ديستال اند كولكتنج تيبيولز في الكدني، كولون ديستال كولون في الانتستين، والدكت في الجلانز. ده الاجابه. اخر حته بقى نقول الكنترول بتاع الالدوستيرون.
هالدوستيرول في أربع عوامل كتبهم راجل اسمه جايتون، قال في أربع عوامل أساسية بيتحكموا في الكنترول في الدوستيرول. نظري مهم اسألف. أنا آسف إن أنا مطوع عليكم شوية، لأن أنا عارف إن أنتوا لازم تخلصوا جزء وممكن تقعد تسمعها بقى براحتك المحاضرات. دلوقتي نفكر بطريقتنا يا أولاد. الألدوستيرون بيعمل إيه؟ بيحافظ على الصوديوم، بيزود الصوديوم وبيرمي بوتاسيوم عوضا عنه. يبقى مفروض امتى يطلع لطالب ذكي؟ هو بيزود الصوديوم، بيعمل بريزرفيشن للصوديوم وبيرمي بوتاسيوم، بوتاسيوم سكريشن. يبقى طالب ذكي يقول لي يطلع لو الصوديوم قل او البوتاسيوم زاد. طيب السؤال الجميل، ايهما اهم؟ يعني ابتدي بمين؟ معظم الطلبه لما بسال السؤال ده يقولوا لي صوديوم، وهي اجابه خاطئه. بوتاسيوم ثم بوتاسيوم ثم بوتاسيوم. The major stimulus for aldosterone is increased potassium. ليه؟ وتعالى اوريك اهو. عارف لو البوتاسيوم اتغير قد ايه في الدم؟ هو نورمالي تحت رقم الحسب 5 ملي ايكوفالنت نورمالي. اوعى تنساه، لو اتغير 1 ملي ايكوفالنت لازم يطلع الالدوسترون يتخلص منه. لكن لو الصوديوم قل يتنبه امتى؟ لو قل الصوديوم 20 ملي ايكوفالنت. يبقى مين اللي لو بدات بالصوديوم تبقى عبط. يبقى ده ميجور ستيمولس فور الالدوسترون اللي هو زياده البوتاسيوم. تغير 1 ملي ايكوفالنت يطلع الالدوسترون، بينما هنا تغير مقداره 20 ملي ايكوفالنت. ده حتى الصوديوم مش نمره 2، ده نمره 3 في الليست. نمره 2 انجوتنسين 2 اللي هو نورماندي 2، في كل حاجه فيه رقم 2. طيب ليه البوتاسيوم اهم؟ قلت وهقول وهقول لحد ما الاطباء يفهموا. كما انه من الحب ما قتل، من البوتاسيوم ما قتل، اكتر ايون يخشاه القلب يموت هو البوتاسيوم. وعليه قلت لكم في بعض الولايات هنا في اليو اس بيعدموا بالحقنه المميته. عارف الحقنه المميته دي عباره عن ايه؟ بوتاسيوم كلورايد، بيوقف الهارت في الداستول في الريلاكسيشن. موته مريحه جدا، حقن البوتاسيوم كلورايد بتموت. وبقول ارقام رائعه تفتكرها ما حييت، هبقولها في الكيدني تاني ده في الترم القادم. نورمال البوتاسيوم ما يزيدش عن 5 اللي هو رقم الحسب، افتكروا 5 ملي ايكوفالنت. اوعى تنساه، ده اهم رقم. لو زاد 3 بقى 8 كارت اصفر، كارت اصفر. يبقى يحصل تغيرات في القلب، في ضربات القلب. كمان 3 بقى 11 كارت احمر، موت. مفيش هزار في البوتاسيوم. 5 لازم اقل من 5 عشان ما يحسدوكش، لازم ابقى تحت 5 ملي ايكوفالنت. كمان 3 لخبطه في ضربات القلب، 8 كمان 3 11 موت. عشان الالدوسترون، عشان كده لو اتغير 1 بس مش اكتر يطلع. واحنا اتعلمنا منه، اقول لك حاجه جميله، لو زاد البوتاسيوم في الدم 1 يعني بقى 6 او فيما هو اعلى، على طول نحطك على دياليسيس، غسيل كليه، نخلص من البوتاسيوم. اتعلمنا من الالدوسترون ان هو 1 كفيل ان هو يطلع عشان يرمي البوتاسيوم، لأنه كما أنه من الحب ما قتل، من البوتاسيوم ما قتل. افتكروا الأرقام دي. بينما التغير في الصوديوم اللي هو كان بيبقى حوالي 140 ملي ايكوفالنت لازم يتغير 20 عشان يتنبه. نيجي للتفصيلات. ميكانيزم، لما بيزيد البوتاسيوم 1 بيطلع الألدوسترون بطريقتين، بيزود الفورميشن والسكريشن. مش بس الفورميشن والسكريشن، ويستنج نو تايم. الفورميشن هيساعد تحول الكوليسترول لبريجنينولون اللي هو قلنا المذر ماتيريال، بريجنينولون تو الدوسترون، يبقى زود فورميشن. طب وازاي بيزود سكريشن؟ بيساعد البوتاسيوم لما بيزيد بيحصل دي بولاريزيشن في الادرينال سيلز. ما احنا قلنا نقص البوتاسيوم بيعمل هايبر بولاريزيشن، طب زيادته تعمل دي بولاريزيشن، فده يفتح الكالسيوم شانل، يدخل الكالسيوم يطلع الالدوسترون. يبقى بيزود بوث فورميشن اند سكريشن.
نمره 2 يا اولاد ما هياش صوديوم. نمره 2 انجيوتنسين 2 اللي هو الرينين انجيوتنسين سيستم، خدناه الراس سيستم ده. بعض الكتب عارف يكتبوه ايه؟ رينين انجيوتنسين الدوسترون سيستم، ما يكتبوش اتنين بس رينين انجيوتنسين، على اساس الانجيوتنسين ده هينتهي يطلع الدوسترون، فيكتبوه رينين انجيوتنسين الدوسترون سيستم. وعارفين قصته في محاضرات السنه الاولى، ان الانجيوتنسينوجين اللي هو الفا جلوبولين يطلع من الكبد عاوزين منه 8 امينو اسيد، الرينين يجيب لنا 10، انجيوتنسين 1 ده ديكا بيبتايد، ديكا يعني 10، وهو فايت في الكليه بالانجيوتنسين كونفرتينج انزيم الاي سي اي، من ال10 يجيب 8 اللي هو انجيوتنسين 2 اللي بيطلع الدوسترون. يبقى حتى قلنا انجيوتنسين 2 فاكر is formed in two steps، الرينين يحول انجيوتنسينوجين ل1 ادي اول ستيب، والاي سي اي الانجيوتنسين كونفرتينج انزيم يحول 1 الى 2. وكنا قلنا الانجيوتنسين 2 هاز جوت تو فانكشن، بيحافظ على الضغط بطريقتين، الفيسل والبلد. الفيسل يعمل كونستريكشن لحاجتين عشان يحافظ على الضغط، ارتريولز وفينز. طب ويحافظ على الفوليوم ازاي؟ بحاجتين، يعمل بنفسه ووتر ريتينشن وعن طريق الالدوسترون اللي هو موضوع. وحتى مصادفه جميله ان انجيوتنسين 2 ده اللي قلت لك زي نورماندي 2 يتكون في تو ستيبس وهاز جوت تو فانكشن، وكل فانكشن مقسومه لاثنين، في الليسته بتاعت الالدوسترون هو رقم 2. طب امتى يطلع الرينين وبالتالي يتكون انجيوتنسين 1 وبالتالي انجيوتنسين 2 وبالتالي يطلع الالدوسترون؟ ايه الاحوال اللي بيطلع فيها الرينين؟ وطبعا سميها رينين عشان بيطلع من الرينال تيشو، اذا كنت ناسي افكرك، رينين عشان طالع من الرينال تيشو. اول حاجه انت قلت الالدوسترون ده بيحافظ على الاكسترا سيلر فلويد فوليوم، يبقى لو لقى الاكسترا سيلر فلويد فوليوم ناقص زي في الهيموريدج. طب ازاي؟ عن طريق انه بيحافظ على الصوديوم، يبقى نمره 3 لو لقى الصوديوم ناقص زي واحد بياكل ملح قليل او بياخد مدرات للبول بتنزل ملح دورس. طب نمره 3 كنا قلنا الرينين بيطلع لما يحصل رينال اسكيميا، ما هو لو الواحد نزف مفيش دم بيجي الكليه، لو الصوديوم قليل يبقى الميه قليله يبقى مفيش دم بيجي الكليه. طب ممكن يبقى العيب في الكليه بس، هي بس اللي بيجيلهاش دم كفايه، هي بقى ما بتفكرش بقى، عيان عنده ناروينج اوف رينال ارتري، يبقى كميه الدم اللي داخله الكدني قليله فالكليه عاوزه تزودها فتطلع الرينين يحول انجيوتنسينوجين ل1، ادي اول ستيب، 1 يتحول ل2 وال2 يطلع الالدوسترون. ستاندينج فور اورز، لو قعدت واقف لمده ساعات ايه رايك؟ يبقى الدم هينزل تحت، هيبقى يعني بالجرافيتي ينزل تحت، يبقى كميه الدم اللي رايحه للكليه هتقل، يحصل لنا الاسكيميا تطلع رينين. او قلناها يا اولاد السمباثاتيك ستيميليشن فيا البيتا ريسبتور، واعيدها المره العشرين، البي بي بيتا ان بي بي بيتري ما عدا على ثلاث حاجات، هارت وهرمونز اللي هو موضوعنا دلوقتي وميتابوليزم. البيتا ريسبتور بيتزود كل الهرمونات، البيتا ريسبتور كل الهرمونات. يبقى انا احفظهم كالاتي، لو نقص الاكسسوار فلويد فوليوم او نقص الصوديوم، ما هو الاثنين متعلقين ببعض بس ده في عموم الجسم، او لو نقص الدم اللي رايح للكليه ان بارتيكولار اللي هو ناروينج رينال ارتري، او ستاندينج فور اورز ان الدم هينزل تحت مفيش دم كافي رايح للكليه، او بيتا ريسبتورز. ثالث ستيمولس، نقص الصوديوم في البلازما بقد ايه بقى؟ 20 ملي اكوبلن، عشان كده البوتاسيوم اهم حاجه. عامله اذكرك زي في الانتي دايريتيك هرمون، كان بيطلع بزياده الاوزموتيك بريشر او نقص البلاد فوليوم، كان زياده الاوزموتيك بريشر واحد بس، واحد بس تطلع الاي دي اتش، لكن لازم ينقص البلاد فوليوم كام؟ 10% عشان يطلع الاي دي اتش. عشان كده كنا بنبتدي بالاوزموتيك بريشر وبعدين الفوليوم. علمتك حاجه معايا يا اولاد، ترتيب المعلومات باهميه المعلومات، الاهم فالاقل اهميه، انك تحط ترتبهم غلط يبقى انت مش فاهم طب. الصوديوم مش نمره 2 في الليسته، نمره 2 انجيوتنسين 2، الصوديوم رقم 3. بيطلع الاول عن طريق حاجه اسمها ماكيولا دنسا، البقعه المكثفه، هنشرحها في الكليه في اوانيها، هي اللي بتعرف ان الصوديوم قليل فتنتهي بان احنا نطلع الدوسترون. زي كده ريسبتور، في ريسبتور في الماكيولا دنسا بيقيس كميه الصوديوم اللي جايه، لا قليله ينتهي بان احنا يطلع الكلام ده.
ذن بالرينين انجيوتنسين سيستم. ما هو صوديوم قليل هيبقى بالتالي الماء قليلة، يبقى الكلى رايح لها دم قليل، يبقى رينين انجيوتنسين سيستم، او بيسموه في بعض الكتب هنا رينين انجيوتنسين الدوسترون سيستم. طيب رابع حاجة الاس تي اتش. احنا قلنا الاس تي اتش نوت امبورتنت فور زونا جلوميرولوزا. هل خالص خالص خالص؟ قال لك لا لا لا، هدي لعب شوية. الاس تي اتش هقولها بجملة بالعربي هتفهمها كويس قوي. لو مش موجود ما ينقص البيزال ليفل والدوسترون، لكن في الاستريس بيزيد الاس تي اتش. ما احنا قلنا في الاستريس يزيد الكورتيكوتروبين يزيد هرمون الاس تي اتش، يزود ضمن الحاجات الالدوسترون. يعني هو يعني نقصه ما ينقص، بس اللي زادته تزود، لانها مصلحه لما يزيد الالدوسترون يحتفظ بالماء والملح، الضغط يزيد، ودي حاجه مهمه في الاستريس. يبقى الاس تي اتش نوت امبورتنت، ات داز نوت افكت ذا بيزال ليفل، لكن زيادته تزود الالدوسترون في حالات السكريشن. عاوز اوريك سؤال هنا بقى لما تشوفه، يعني رسمه مش هتنساها، لانه سؤال مهم جدا يا اولاد في الام اس كيو. هوريه لك حالا هنلاقيه حالا. معلش الدنيا شويه ملخبطه، حالا هنجيبها اهي. بس ده ملخص للفور ستيمولاي اللي بيطلعه الاس تي اتش. اهم واحد البوتاسيوم 1 ملي ايكوفلنت، ده اهم واحد، ده الميجور ستيمولس. مفيش هزار، نو كيدنج وذ بوتاسيوم، كما انه من الحب ما قتل، من البوتاسيوم ما قتل. نمره 2 انجيوتنسين 2. نمره 3 الصوديوم لو نقص 20. نمره 4 الاس تي اتش. جاوب بقى السؤال من واقع الرسمه دي. لو عيان عمل هايبوفيزكتومي، شلنا له البيتيوتري تماما، وات اباوت ذا ليفل اوف جلوكوكورتيكويدز اند وات اباوت ذا ليفل اوف مينرالوكورتيكويدز؟ ايه رايك انت هنا؟ لو شلت الاي سي تي اتش هل هيختفي الالدوسترون؟ طيب بيقول لي لا طبعا، لانه في ثلاث حاجات قبل الاي سي تي اتش بتطلعه، عشان كده قلنا ات داز نوت افكت ذا بيزال ليفل. هو يقدر اربع عوامل احسن من ثلاثه يزود، لكن ما يقدرش ينقص. Does not affect the basal level. بينما أوريك الرسمة بتاعة الجلوكوكورتيكويدز وبص عليها ماليا جليا، هي نفس الرسمة هي. في حالة الجلوكوكورتيكويدز في سهم واحد اللي بيطلعها اللي هو الـ STH، فيش غير ستيمولس واحدة. يبقى لو أنا عملت هايبوفيزيكتومي، شلت البيتيوتري، هيختفي تماما الكورتيزول، واحد من اهم الاسئله، مفيش غيره. وان ستيمولس ادرينو كورتيكوتروفيك هرمون، هو ده المتصل الوحيد المؤثر الوحيد في الجلوكوكورتيكويدز. وعليه لو عيان عملت له هايبوفيزكتومي، جاله ورم في البيتيوتري وشلتها، يسموا العمليه هايبوفيزكتومي. الريبليسمنت ثيرابي بعد العمليه، بعد العمليه عايز تدي له ايه؟ تدي له مينرالوكورتيكويدز ولا جلوكوكورتيكويدز؟ طالب ذكي قال اديله طبعا جلوكو بس، ثم للاكثر ذكاء الجلوكو عنده ويك مينرالو كورتيكويدز لايك اكشن، اللي هي اوريدي مش ناقصه، انما حتى الجلوكو كانك اديت له جلوكو مينرالو. ده واحد من اهم الاسئله عاوز فهم. يبقى تاني يا اولاد، الالدوستيرون بيطلع باربع حاجات، رتبهم صح. نقص البوتاسيوم، اسف، زياده البوتاسيوم 1 ملي ايكوفالنت، ثم زياده البوتاسيوم 1 ملي ايكوفالنت، ثم زياده البوتاسيوم 1 ملي ايكوفالنت. نمره 2 انجيوتنسين 2، يبقى حتى انجيوتنسين 2 نمبر 2 في الليست. نمره 3 الصوديوم كام ملي ايكوفالنت؟ 20 ملي ايكوفالنت. نمره 4 الاي سي تي اتش. الاي سي تي اتش، هل لو انا عملت هايبوفيزكتومي، شلت البيتيوتري، هل ده هيأثر في الالدوسترون سكريشن؟ لا طبعا، لان في ثلاث حاجات هي بتطلعه، زياده البوتاسيوم ثم زياده البوتاسيوم، ده اهم، ده الميجر. لما يقول لك اختار واحد من الاربعه، الاربعه صح، بس اختار واحد، اختار البوتاسيوم. طب انه من الحب ما قتل، من البوتاسيوم ما قتل. وقلت فاكر رقم كام؟ ذكروني يا اولاد، 5 ملي ايكوفالنت. زاد 3 بقى 8، كارت اصفر. زاد 3 كمان بقى 11، كارت احمر.
كما يتنبه الالدوسترون لما يتغير واحد. احنا اتعلمنا منه لو زاد البوتاسيوم 1 ملي ايكوفالنت يعني طلع عن 6 في العيان تبعته فورا يعمل غسيل كلوي، ولا عندها هيقف قلبه، هيقف قلبه، هيحصل اريزميا الاول بعدين قلبه يتوقف، مفيش هزار في البوتاسيوم واحد واحد، ونورمالي تحت رقم الحسد تحت 5. زاد واحد لازم تعمل له غسيل كلوي. ده الطب يا اولاد، عاوزين نطلع جيل فاهم طب. وانتم هقول ايه، انتم يعني كل الناس لنا حضارات في كل البلاد العربيه، في الرافدين وفي حضاره سبأ والحضاره الفرعونيه، هقول ايه، نحن بناة الاهرام لو اتكلمنا يعني على مصر بوجه خاص، انما كل البلاد العربيه هي بلاد الحضاره، الحضاره. يبقى يطلع منها اعظم اطباء اللي هو حضراتكم، مسؤوليه عليكم وعلى كتافكم. يبقى بوتاسيوم ثم بوتاسيوم ثم بوتاسيوم 1 ملي ايكوفالنت. 2 انجيوتنسين 2 نمره 2 ثم صوديوم واقلهم اهميه الاس تي اتش. ذس نوت افكت ذا بيزل ليفل، ما لو شلته مش هيفكت البيزل ليفل، لكن بيزود في الاستريس وهو مطلوب، لانه هيزود الميه والملح، هيزود الضغط، ودي حاجه مطلوبه في الاستريس ان انا البلاد سبلاي يزيد شويه. وفي الاخير لم يبقى الا أشكركم على وقتكم اللي بتدوني اللي هو أغلى حاجة، وأتمنى أكون أفدتكم. ولم يبقى إلا الدعاء بالتوفيق، وفقكم الله. Good luck يا شباب.